فانا جالي هديه، الهديه دي من جروب جولدن كلين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح الخير وصباح السكر وصباح العسل. بصوا، احنا النهارده الجو مطر، مش عارفه انتوا سامعيني اصلا من صوت المطر ولا لا. لو مش سامعيني هبقى ادخل لكم صوتي. انا لسه صاحيه من النوم، فلقيت الدنيا كانت بتمطر طول الليل بقى ولسه بتمطر، ففي ميه على السطح كتير، فعشان ما تبوظش السقف اكتر ما هو بايظ يعني، فايه انا هنزل انزل شويه الميه دي ونجيب الفرن ده، لان انا سبته امبارح في المطر فهيصدي كده اكتر ما هو مصدي برضه، فهنجيبه كده ونظبط ايه السطح يعني. لو انت مش اشتركي وتعالي. عرفت بقى ليه انا بحب اصحى بدري وابقى اصحى كده نشيطه؟ عشان ايه؟ لو حاجه زي دي ابقى مخلصاها بدري بدري على السريع كده، وابقى متشجعه ان انا اقوم اشتغل عشان اخلص بسرعه وانزل اشوف يومي وانزل اشوف بيتي، ولو هعمل غدا ولا انزل اشتري حاجه. فتنشطي واصحي بدري كده، صلي الفجر كده وادعي ربنا، وبعدين في المطر ده اللهم يعني اللهم صيبا نافعا كده، ويا رب يحقق لكل واحد اللي نفسه فيه في المطر كده. انا بحب ادعي يعني، انا طول ما انا بعمل معاكم كده بدعي بقى، بدعي كل الدعوات اللي نفسي فيها، اي حاجه نفسي فيها بدعي. حد زعلني افتكر اقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا من الاشخاص اللي ما بدعيش على حد يعني، انا ما اعرفش حد وجعني قوي قوي، لا انا اوكل ربنا، ربنا يجيب لي حقي. فدايما في المطر كده اقعد اقول يا رب انا نفسي اجيب كذا، يا رب فلان زعلني، يا رب فلان ظلمني، يا رب فلان اختبتني، فحسبي الله ونعم الوكيل، يا رب نفسي اشتري مش عارفه ايه. انا يعني بحب ايه، طول ما في مطر انا سامعاه بودني احب ادعي. ربنا يتقبل كل دعانا ويتقبل كل اعمالنا يا رب يا رب يا رب، اذا كانت حلوه او وحشه. حتى وقوفك تحت المطر بتعملي حاجه لبيتك، بتكنسي السطح، بتنشري، بتعملي اي حاجه في الجو ده، ربنا هيجازيكي خير عليه. كل حاجه احنا بناخد عليها اجر، ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم يا رب. بصوا بقى السما عامله ازاي، كلها مطر. دي هتي يعني دي هتمطر مطر رهيب، احنا بنقول عليها هتشتي، الدنيا هتشتي. بصوا بصوا انا هوريكم الشارع ده امبارح قبلها بيوم قبل ما المطر يمطر، شوفوا انا عملت ايه في الشارع واجيب ايه من الشارع. بصوا بصوا انا بس ايه بوريكم، انا بجيب بقى حاجتي منين، انا بجيب حاجتي من الراجل ده قبل ما يتكلم. يعني معاك خيار، انت بتقول الخيار هات لي ب 5 جنيه خيار، وايه تاني معاك؟ طماطم بكام؟ الكيلو ربع ب 15. ليه كده؟ طيب هات لي ماشي بكيلو ربع، وهات لي عندك بطاطس؟ بطاطس حلوه بجد. طيب هات لي كيلو ربع 3 كيلو ب 10. ايه تاني عندك؟ في ما هو انا لو اعرف انت معاك في عربيتك ايه؟ قول لنا، انا عايزه كذا. معاك فلافلة؟ فلافلة وشطة. بكام؟ كيلو ونص ب10. كيلو ونص ب10؟ وفي مندولين وفي عنب. عندك برتقان؟ في ليمون. ايوه. طيب هات بكام البرتقان؟ ب5. هات لي 2 كيلو ب10، بس هاتولي حلو ما هوش حادق؟ لا حلو ان شاء الله. وهات لي برتقان، وقلنا ايه كمان؟ وفلافلة وشطة. فلافلة وشطة، طيب وايه؟ بس؟ احنا ما قلناش حاجة تانية؟ اللي هجيبه لو انت عايز حاجة تانية. ما تجيبليش خيار كبير، هات لي خيار حلو. نقيلي الخيار حلو، ما تجيبوليش كبير. نقيلي الخيار حلو. 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 والطماط. والباصة. ايوه. اه 30. ايوه 40. اه ماشي. طماطم وبطاطس. بصوا بقى، بعد ما نزلنا بقى وظبطنا السطح وجبنا، بصوا هقول لكم، انا جبت لكم حته الخضار دي، هي دي يعني امبارح انا جبتها لكم ليه؟ لان وانا بعمل فيديو اللي هو اللحمه بالسبانخ،
بقول لكم انا هجيب سبانخ، بس انا مستنيه الراجل يعدي. ففي كذا كومنت اتكتب لي قال لي راجل مين اللي انت مستنيه يعدي؟ يا جماعه في ناس بتوع خضار، بتوع سبانخ وكرنب وطماطم زي اللي انا وريت لكم في الفيديو، بنزل له السبت يجيب لي اللي انا عايزاه. فهو ده المعنى اللي انا كنت قصدي فيه. فانا صورت لكم وانا بجيب الطماطم والبطاطس والحاجات، بس ده كان امبارح. انا صورتها لكم امبارح وانا بشتري. اول ما قرات الكومنتات وقلت الفيديو بتاع بكره احطه لكم ايه فيه. المهم يعني، فانا خلاص النهارده بقى ايه، عملنا السطح وروقنا وظبطنا السطح وظبطنا الدنيا. فانا جالي هديه، الهديه دي من جروب جولدن كلين، جروب على الفيسبوك اسمه جولدن كلين، تمام. هو جالي هديه منه وشويه منظفات للمنظفات جولدن كلين. انا كده كده هحط لكم لينك الجروب في اول تعليق مثبت. الجروب بقى فيه ايه؟ بصوا جابوا لي شنطتين كده نفتحهم سوا. بصوا هو الحاجات دي هما اللي بيعملوها، يعني هي ليها سبيش، يعني حاجه ايه مش هنلاقيها في السوق، هي دي حاجات دي هما اللي بيعملوها. ده يعني سائل صابون عادي للمطبخ للمواعين والحاجات دي، بس هو بيقوله مميز شويه عندهم، بس انا بصراحه لسه ما جربتوش، فهنجربه مع بعض. ده ايه؟ صابون سائل كده، ماشي. وده مبيض كده للملابس زي الفانش كده، بتحطي معلقه كده في الغسيل وبقولك امن على الغسالات. يعني بيبيض زي الفانش بقى اللي احنا بنستعمله كده، معلقه صغيره حطيها في الغساله على الهدوم البيضاء بيقولك بتلمع. ما جربتوش برضو. كل الحاجات دي هنجربها سوا. ده بقى اصحابي انا جربوه، بصوا بيحكوا لي فيه اشعار. يعني بصراحة الحاجة اللي خلتني ان انا اقبل الهدية دي ده بالذات بيحكوا لي فيه اشعار. هو ده للسجاد وللقماش وللمراتب والانتريهات والحاجات دي. انت بتحطي غطا واحد بس على لتل مية، غطا واحد يعني دي الكمية دي تكفيكي سنتين ثلاثة. بتحطي غطا واحد بس على لتل مية في بخاخة، وتبخي مثلا على الكنبة على المرتبة الفايبر على حتة من السجادة، بيقولك دي بتخليها سحر. ده صحابي جربوه وبيشكروا فيه جدا جدا جدا. لكن من الحاجات التانية لو انا جربتها هقول لكم انا جربتها، انتوا عارفيني. ان شاء الله هنجرب كل حاجة مع بعض، بس ده بيقولوا عليه واو رهيب يعني. فجايبين لي ده كاربت شامبو، وشامبو لتنظيف المفروشات والسجاد والانتريهات. مفروشات والسجاد والانتريهات. وايه كمان؟ كمان يا نشوى، ده لازم هجربه دلوقتي حالا حالا. ده منظف البوتاجاز، بترشيه كده وبتسيبيه 10 دقايق. لما 10 دقايق كده مع نفسه وبعدين تغسليه. واو هنجربه برده. كل الحاجات دي هنجربها مع بعض. انا قلت اوريكم الهدايا بس دلوقتي، واحنا بنعمل روتين المطبخ هوريكم الحاجات دي، بنعمل روتين الصالون هوريكم الحاجات دي، يعني هنشوف مع بعض هنستعملها. انتوا عارفين ما بستعملش حاجه من غيركم. فده منظف للبوتاجاز من جولدن كلين للمنظفات، تمام. اكتر حاجه بقى كان نفسي فيها برضو، مش كان نفسي فيها، نفسي فيها يعني انا محتاجاها، انا كان نفسي فيها وانا كنت نزلت اشتريتها يعني. لا بس انا فعلا لما شفتها لقيتني فعلا محتاجاها جدا جدا. بصوا ده بودره تسليك بلاعات والحوض، العين بتاع الحوض والبلاعه وكده. انا عندي الحوض بتاع المطبخ بطيء جدا، لازم اقعد اضغطه جامد جامد عشان يعني مش عارفه مزهقني. وساعات اعمل عندي كده خله طويله اقعد اعمل فيها كده عشان تستلك. فهنجرب ده، يا رب يجيب نتيجه يعني ويطوي ويعمل الحوض بتاعنا. هنجربه. هو انت بتحطي وده بودره، تحطي معلقه كده على البلاعه او العين بتاعه الحوض وتحطي عليها رتل ميه سخنه. فهنشوفه بقى مع بعض. انا هجرب ده اول حاجه هجربها، ده وبتاع البوتاجاز هنجربهم مع بعض ونشوف. انا بس حبيت اوريكم الحاجه اللي جت لي. بجد انا متشكره جدا ليكم وميرسي حبايبي. وانا هحط لكم يا جماعه اللي هيسالني الحاجات دي منين، من جروب جولدن كلين. جولدن كلين، فهحط لكم اللينك بتاع الجروب في اول تعليق مثبت. خلاص انا عملت النهارده فيديو خفيف ظريف كده سريع، يعني عشان ما عنديش حاجات كتير غير السطح عملته معاكم. ولسه مش عارفين احنا هنتغدى ايه. انا احتمال ممكن اتغدى بره النهارده او ما اطبخش، فانتخف البيت زي ما انتم شايفينه مفيش فيه حاجه. انتم مش شايفين حاجه اصلا غيري، صح؟ بصوا البيت مفيش فيه حاجه خالص، وقاعدين مأنتخين وجو ومطر، فمش عارفين لسه هنعمل ايه. فقلت اصور لكم ايه حبه الحاجات اللي جات لي. وانا اشتريت انا ايه بقى، انا اشتريت ايه؟ بصوا حاجة الشتاء، لما طلعت الشتاء اللي عايز روتين بقى للدولاب تفاصيله
يكتب لي في الكومنتات. طلعت حاجه الشتاء فلقيت ان حاجه الشتاء اخذت مساحه كبيره قوي، فعايزه اعلق هدوم كتير، فحاجه الشتاء غير حاجه الصيف. فجبت 4 دسم، انا جبت 5 دسم مش 4، والخمسه في الشنطه. جبت شماعات. يلا بقى ايه النهارده، مش عارفين نقوم نعمل ايه، الدولاب ولا المطبخ؟ لسه هنظبط. قلت يعني ايه اصور لكم الحاجات دي. يلا اللي عجبكم الفيديو الخفيف الظريف الفاني ده اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس. مع ان على فكره الروتين اللي نزل النهارده بتاع الشتا ده انا تعبت فيه وكنت بردانه جدا، بس مش مهم، كل حاجه هناخد عليها اجر. لما تتعبي حاجه في بيتي هتاخدي عليها اجر. بصوا بقى، انا جبت 2 بني عليه فيونكة واتنين اخضر لعلي، وجبت 1 لبن الامير. بس الاخضر بتوع علي دول نادين هتستعملوا معاهم، لان نادين ساعات بتحط الجواكت التقيله بتاعتها في دولاب علي، لكن من الاتنين البني دي عشان انا طماعه وعندي هدوم كتير قد كده فاخدتهم الاتنين ليا. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا وفعلوا الجرس. باي باي.